السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ اللقاء الرابع لمقرر الرياضيات المالية لطلبة الاقتصاد والعلوم الإدارية. انتهينا في المحاضرة الماضية بتحويل الأعداد الكسرية إلى أعداد عشرية. اليوم راح نبدأ بتحويل الأعداد العشرية إلى كسرية، سواء الأعداد تكون عشرية منتهية أو عشرية دورية. إذن راح نبدأ تحويل الأعداد العشرية إلى أعداد كسرية. لتحويل الأعداد العشرية إلى الكسرية قلنا نقسمه لطرفين. هي أول شيء كيف نحول الأعداد العشرية المنتهية، على سبيل المثال كيف نحول العدد العشري مثلا 0.35 حتى نحوله إلى عدد كسري بسط ومقام، يعني هذا هو عدد عشري لأنه يحتوي على فاصلة عشرية. من نحوله لعدد كسري فقط نكتبه بالآلة الحاسبة ونحط مساواة أو SD راح يتحول تلقائي. إذن نحطه في الآلة الحاسبة، نكبس SD راح يتحول إلى 7/20. نكتبه في الآلة الحاسبة نفس الشيء، 0 ونحط الفاصلة العشرية، نحط 3 5، نحط مساواة نحط مساواة، وبظهر معي إذا ما ظهر 7/20، إذا ما ظهر مباشرة نكبس كبسة الأسد اللي تعلمناها أمس، عفوا المحاضرة الماضية، اللي هي فوق كبسة الديليت في إن كبسة أسد وبسهمين، فبتطلع 27. ومثلا 2.25 لو تحولوها لكسر عشري نفس الاسلوب تطلع المفروض 9/4 وهكذا. فتحويل الكسر العشري المنتهي حتى لو كان 3 خانات بعد الفاصل 20، لو خاني شو ما كان، يعني مثلا 0.4، فتحويله مباشرة راح يكون اللي هو 2/5. مثلا لو كان 3 خانات بعد الفاصل 20، او حتى مثلا كان سالب، ما عنده مشكلة لو كان سالب بس منضيف له السالب. مثلا لو كان 325 بنحط 325 بعد الفاصل 20 وبنحط كبسة الأسد وبطلع عندي النتيجة مباشرة اللي هي سالب 13/40، بطلع معي مع التبسيط مباشرة. أما يدويا فهذه لابد أني أحط الخانات هذه في البسط 35، وتحت في المقام بحط 1 و0 اللي هو بعدد الخانات اللي بعد الفاصل عشية. بعد الفاصل عشية عندي خانتين بحط 1 و0 وهكذا، هذا للمنتهي. فهنا بنحط 2 2 5، كل العدد هذا بنحطه، كل الخانات بنحطها. أما في المقام بنحط 1 و0 لأنه بعد الفاصل عشرية فقط عندي خانتين. إما بنستخدم هذه الطريقة أو بالآلة الحاسبة. هنا مثلا 4/1 و0، ليش 0؟ لأنه بعد الفاصل عشرية عندي خانة واحدة. هذا للمنتهي مش المتكرر، أرد أكرر. وهنا نحط 3 2 5 وتحت 1 و3 0، لأنه بعد الفاصل عشرية 3 خانات بنحط 3 0 طبعا مع السالب، او من نكبس مساواة ببسطها وبطلع الجواب. انا بهمني الجواب المبسط اللي هو هذا، هاي هذا بهمني الجواب المبسط.
أما هذا ما بظهر، هذا فعليا الجواب ما بظهر في خانات ال، خلينا نحكي الإجابات الصحيحة، لأنه هذا غير مبسط. اللي بظهر هذا اللي حاط عليها دائرة كاملة، مثل هيك بتظهر الإجابات مبسطة لأبسط صورة. يعني بما معناه الإجابة اللي في الاختبار هي الإجابة اللي بتظهر معكم في الآلة الحاسبة. أما إذا كان العشري دوري فبكون هنا حسبتها بتختلف، اللي هي مثلا لو كان على سبيل المثال صفر فاصلي، وعندي العدد على سبيل المثال 15 هو اللي بتكرر كلياته 15 واحد وخمسة، احنا بنعرف انه هذا معناه صفر فاصلي واحد خمسة واحد خمسة واحد خمسة الى ما لا نهاية. هذا اللي بنعرفه، ليه؟ لأن الخط فوق الواحد والخمسة فوق الخمستاش، فالخمستاش تتكرر إلى ما لا نهاية. هذا حتى اللي نعطيه تحويل إلى كسر عشري، من كسر عشري إلى كسر اعتيادي، إما منكرر واحد خمسة واحد خمسة واحد خمسة في الآلة الحاسبة، يعني نكتبها بأكثر من مرة، يعني ممكن نكتبها على سبيل المثال فوق الثمان مرات إلى آخره أفضل، ونكبس مساواة بعطيني التقريب، أو نستخدم أو اليدوي اللي هي نحط 15 الجزء اللي بتكرر ونحطه في البسط، والمقام كم عدد بتكرر عندي في البسط. هذا بالنسبة للدوري، لاحظ الدوري التعامل من المقام بفرق عن العشر المنتهي. العشر المنتهي هنا كنا نحط واحد وأصفار بعدد الخانات، أصفار بعدد الخانات اللي بعد الفاصل العشري. هنا لا، بنحط، ما بنحط واحد، بنحط تسعات، بنحط تسعات، لأنه هذا متكرر، متكرر دوري بيمشي إلى ما لا نهاية. فبنحط 15 على 99. ليش 99؟ لأنه العدد اللي بتكرر 15 يحتوي على خانتين، بنحط 99. إذا كان عدد واحد بتكرر بنحط 9، ثلاث أعداد بتكرر بنحط 999، وهكذا. فبكون 15 على 99، وبعد التقريب سواء قربناه من هنا أو من هنا رح يكون الناتج 5 على 33. هذا الناتج اللي بدي إياه، اللي بظهر معكم المفروض في خانات الإجابات. لو كانت خانة واحدة مثلا 0 فاصلة على سبيل المثال 6، و6 اللي فوقيها خط، كونه 6 فوقيها خط، إذا 0.666 بتتكرر إلى ما لا نهاية. هذا 0.66 بتتكرر إلى ما لا نهاية. إما بنحط ستات لحد ما نمل الشاشة في الآلة الحاسبة، أو نحط 6 على كم، كونه خانة واحدة بتتكرر اللي هي 6 فقط، ما عندي رقمين بتكرروا فوق رقمين، 1 5 1 5 1 5، تحت لا 6، فبنحط 9 واحدة. سواء من هنا أو من هنا راح يكون الناتج عندكم اللي هو 2 على 3، 2 على 3 يكون الناتج. أما إذا كان مثلا 3 خانات على سبيل المثال 0 فاصلة، مثلا 4 2 3، 3 خانات بتكرروا، فهنا إما منكرر نفس المبدأ، هذا معناه 0.4323 4 2 3 4 2 3 إلى ما لا نهاية. أو منحط 423 في البسط، أما في المقام كم 9 بنحط، كون عندي 4 2 3 اللي بتكرروا، يعني 3 أرقام بتكرروا، فبنحط كم 9، 3 تسعات، محل كل رقم فوق بنحط 9 واحدة. يعني شوف هنا 1 و5 1 و5، حطينا 9 9 9 9، هنا 6 فقط رقم 1 حطينا 9، هنا 4 حطينا تحتيها 9، الاثنين حطينا بدالها كمان 9، الثلاث حطينا بدالها 9، فثلاث أرقام حطينا في المقام 999، ونكبس مساواة وبطلع الناتج مبسط لأبسط صورة.
عفوا 400 بيطلع الناتج اللي هو 47، سواء من هنا او من هنا بيطلع الناتج 47 على 111 بهذا الشكل. هاي طريقة تحويل العشري المنتهي، او هذا اللي هو امامكم اللي هو العشري الدوري. نيجي للنسبة المئوية وتحويلها من الكسور. قبل ما ناخذ النسبة المئوية بس نورجيكم الامثلة الموجودة على التحويلات هذه اللي ذكرناها قبل شوي. في صفحة رقم 51 او صفحة 49 مثال 27، هو مثال على تحويل الاعداد العشرية المنتهية الى اعداد كسرية. مثال 27 صفحة 51 او صفحة 49، وايضا مثال 28 صفحة 52 او صفحة 50. مثال 28 صفحة 52 او صفحة 50، برضو تحويل الاعداد العشرية الدورية الى اعداد كسرية. بعد كده راح ندخل بالنسبة المئوية اللي هو صفحة 51 او 53. بالنسبة المئوية بهمني كيف التحويل من نسبة مئوية الى عدد عشري او عدد كسري والعكس. فمثلا اذا اردنا تحويل النسبة المئوية الى عدد كسري او عشري، النسبة المئوية هي عادة عدد يعبر عنه كرقم من اصل 100، يعني كرقم من اصل 100. فالنسبة المئوية هي فعليا الاعداد لو ضربت من 100 ب100 تتحول لنسبة مئوية، لو قسمت على 100 نحول من النسبة المئوية الى اعداد العادية. هذا بشكل عام يعني. فمثلا لو كان عندي هنا النسبة المئوية، نشوف شو يوافقها في الكسر الاعتيادي. والكسر العشري. النسبة المئوية مثلا لو قلنا 25%، لأن النسبة المئوية بتحتوي على رمز النسبة المئوية بهذا الشكل. لو كان عندي النسبة المئوية هي 25%، إذا بدك تحولها لأعداد فعليا ما عليك إلا إنك تقسم النسبة المئوية على 100. إذا بنحولها لأعداد سواء عدد عشري أو كسر اعتيادي بسط المقام، فقط بنحط النسبة المئوية في البسط، أما في المقام بنحط 100. دائما بنقسم النسبة المئوية على 100. فخمسة وعشرين على 100 بهيك بنكون حولناها رجعناها لأصلها اللي هو العدد، اللي هو كسر العشري بظهر عندي في الآلة الحاسبة اللي هو 25% بهذا الشكل. وإذا كبسنا SD طبعا مثل ما قلنا SD بحول لي من كسر العشري إلى الاعتياد اللي هو 1/4 بهذا الشكل، 1/4. لو كانت مثلا 2.5% اللي هي نسبة مشهورة في عالمنا الإسلامي وهي الزكاة إلى آخره، فقط علينا نحط 2.5 على 100 بهذا الشكل، وبتحول لي فعليا إذا قسمت على 100 تتحول لكسر عشري 0.5 بهذا الشكل،
أو 1/40 بهذا الشكل إذا حطينا اس دي. طبعا مثلا أردنا تحويل 35% أو مثلا 45% إلى نسبة من نسبة مئوية إلى الكسور، أيضا نحط 45 على ونحط 100. هنا راح تظهر 0.45 مع تحويلها بكبسة الاس دي راح تطلع 9/20، 9/20 بهذا الشكل. بهذه الطريقة بإمكاني أحول النسبة المئوية إلى كسر اعتيادي إلى كسر عشري، والعكس صحيح. إذا من كسر اعتيادي وكسر عشري إلى نسبة مئوية، بدل ما نقسم على 100 راح نضرب في 100. إذا لو كان عندي على سبيل المثال الكسر الاعتيادي ونحط بعض الكسور ونحولهم لنسبة مئوية، مثلا لو بدنا نحول 2/5 هذا كسر اعتيادي، فقط 2/5 هذه نضربها في 100 اذا بدنا نحولها. لاحظ من نسبة مئوية الى كسر اعتيادي بنقسم على 100، لكن من كسر اعتيادي الى نسبة مئوية نضرب في 100 وراح يعطينا النتيجة اللي هي 40، ونحط رمز النسبة المئوية بهذا الشكل. لو أردنا تحويل الكسر على سبيل المثال 9/40، 9/40 نضربه في 100 ونشوف النتيجة، راح تظهر معي 22.5%، ونضيف رمز النسبة المئوية بهذا الشكل. ونفس المبدأ إذا كان عندي الكسر العشري، من كسر عشري إلى نسبة مئوية، من كسر عشري فقط نضرب 100، نحط الكسر العشري الموجود عندي 0.34، هذا 0.34 لو نضربه في 100 راح يصير 34%. حتى لو كان دوري مثلا، حتى لو كان دوري نحط العدد، احنا عارفين هذا العدد بإمكاني اكتبه ك6/9، فهذا 6 دوري اللي هو 6/9 فعليا، نضربه في 100 وبيظهر عندي اللي هو 6.6 دوري بالمئة، من 6 بتتكرر إلى ما لا نهاية بهذا الشكل. فهذه طرق التحويل من كسر عشري إلى نسبة مئوية، من كسر اعتيادي إلى نسبة مئوية، من نسبة مئوية إلى الكسور العشرية والدورية. كيف ممكن نيجي عليها سؤال؟ ممكن نيجي عليها سؤال مثلا النسبة المئوية للكسر الاعتيادي، ونحط لكم مثلا كسر اعتيادي على سبيل المثال مثلا 23/80 هو عفوا النسبة المئوية هي، ونحط لكم مثلا 80%، ونحط لكم مثلا 28%، جيم نحط لكم 30%، ونحط لكم 28.75
بالمية. انت لو تجربه، كيف نجرب؟ 23 هذه على 80 فقط، ما عليكم الا تضربوها في 100. 23 تقسيم 80 ضرب 100، راح يظهر الناتج بالآلة الحاسبة اللي هو 28.57%، اللي هو دال. لا بنختار باء ولا نقعد نقرب، ولا نقعد هنا نقرب، ولا هنا بيعتمد والله على المقام انه 80، كلها خطأ. لا بد ان تحسبوه حساب بالآلة الحاسبة. هذا بالنسبة للنسبة المئوية وتحويلاتها. فمطالبين بالنسبة المئوية، لو نفتح الكتاب ونشوف الأمثلة المهمة، في عندي بالمناسبة مثال 29 اللي هو قبل النسبة المئوية، مثال 29 صفحة 52 أو صفحة 50 غير مطالبين فيه. مثال 29 أنه يحتوي على جزء ثابت وجزء عشري، هذا شوي صعب ويحتاج معادلات لحله. النسبة المئوية نيجي الأمثلة اللي تهتموا فيها اللي هو مثال 30، كيف نحول النسبة المئوية إلى كسر اعتيادي. مثال 30 صفحة 54 أو 52. وأيضا نهتم بمثال 31، كيف نحول النسبة المئوية إلى كسر عشري، صفحة 55 أو 53. مثال 31 صفحة 55 أو 53. وأيضا كيف نحول الكسور العادية والعشرية إلى نسبة مئوية، اللي هو مثال 32 صفحة 55 أو 53. هذا اللي نهتم فيه. أما التطبيقات عن النسبة المئوية اللي هو صفحة 56 أو صفحة 54 غير مطالبين فيه، زي مثال 33 و34 و35 و36 و37. هذه الأمثلة اللي هي تطبيقات على النسبة المئوية غير مطالبين فيها. نيجي لمجموعة الأعداد الغير نسبية. مجموعة الأعداد الغير نسبية من اسمها اللي هي لا يمكن كتابتها على صورة بسط ومقام. مجموعة الأعداد الغير نسبية اللي هي نرمز لها بالرمز I، هي أعداد، هي مجموعة تحتوي على الأعداد التي لا يمكن كتابتها على صورة بسط ومقام. اللي بنكتبها على صورة بسط ومقام هي الأعداد النسبية، اللي ما نقدر نكتبها على صورة بسط ومقام هي أعداد غير نسبية. من هذه الأعداد، ولا بد أنه تعرفوها، من هذه الأعداد مثلا زي جذر الاثنين، جذر الثلاث، جذر الخمسة، جذر السبعة. أما جذر مثلا واحد يقول لي طب الأربعة الستة، لا، مثلا جذر الأربعة اللي هو بإمكاني أبسطه وأوجده بالآلة الحاسبة، جذر 4 2، وبالتالي هو عدد صحيح، وبالتالي الاثنين بإمكاني أكتبها 2 على 1، أو مثلا 10 على 5. واضح؟ جذر 4 لا طبعا، وهكذا. وممكن إنه هذه الجذور نضيف لها مثلا 2 نضيف لها 1، أو مثلا جذر 3 نطرح منها عدد اللي هو مثلا 4، أو جذر 5 مثلا نضيف لها مثلا 6 شو ما كان يعني، أو جذر 7 مثلا نطرح منها على سبيل المثال 2.
فكلياتها هذه سواء جمعنا أو طرحنا لهذه الجذور أيضا يبقى أعداد غير نسبية، بالإضافة إلى الباي العدد المشهور باي اللي هو يستخدم للدوال المثلثية، الجيب والجتل الساين والكوساين إلى آخره، وهو خاص بالزوايا وبالدوائر والأمور هذه. أيضا العدد الطبيعي اللي هو إي، برضه هذا عدد غير نسبي وهو أكثر استخداماته في اللوغاريتمات الطبيعية اللوغاريتمات وله استخدامات في الكهرباء. أيضا العدد العشري الغير منتهي الغير دوري، يعني غير منتهي وغير دوري، يعني مثلا 2 4 3 2 4 7 7 5 1 4 3 7 2 8 8 5 1، بتلاقي انه في تخبط، ما في عندي استراتيجية واضحة لهذا العدد، بيمشي الى ما لا نهاية بطريقة عشوائية، بيمشي الى ما لا نهاية بطريقة عشوائية. كل هذه الاعداد سواء اللي في الصف الاول والثاني والثالث كلها نسميها او تنتمي للاي اللي هي الاعداد الغير نسبية. اخذت الاي لانها irrational number، الراشنال نمبر هي الاعداد النسبيه، الراشنال نمبر اعداد غير نسبيه. كيف ممكن يجيني سؤال؟ ممكن يجيني سؤال بكل بساطه كالتالي: اي من الاعداد التاليه لا ينتمي الى مجموعه الاعداد النسبيه، أو لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الغير نسبية، الغير نسبية، لا ينتمي إلى الأعداد الغير نسبية. ألف اللي هي لا ينتمي إلى الآي بما معناها، جذر الأربعة، ب جذر الخمسة وعشرين، جيم 3 على 2، دال 0.225، ها جذر 3 مثلا. احنا قلنا اهم شيء ما نقدر نكتبه على صورة بسط المقام، اذا هذا البسط المقام مرفوض. الأربعة لو جينا حسبناها، جذر الأربعة جذر الأربعة لو جينا حسبناها تعطيني 2، الاثنين بإمكاني أكتبها على صورة بسط مقام زي ما قلنا 10 على 5، 2 على 1، إذا ألف خطأ. الخمسة وعشرين جذر الخمسة وعشرين بيعطيني 5، برضو بإمكاني أكتبه على صورة 5 على 1، أو بإمكاني أكتبه على صورة 10 على 2، أو بإمكان أكتبه على صورة 15 على 3، وهكذا. إذن ب خطأ، وأيضا دال خطأ بسبب إنه هذه بإمكان أكتبها، هذه لو بدي أحولها لصورة من العشري إلى كسري بإمكان 2 2 5، نحط 1 و3 أصفار بهذا الشكل، يعني بإمكان أكتب هذا الكسر العشري لأنه منتهي. أنا قلت الغير منتهي وغير دوري، غير منتهي وغير دوري، فهذا نعم لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية، إذا هذا برضو لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية، ها ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية. إذا الأعداد الصحيحة أي من الأعداد التالية لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية، عندي 4 25 3 على 2 والـ22 225 بالألف، هذه كلياتها لا تنتمي إلى مجموعة الأعداد الغير نسبية. أما جذر 3 فهو ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية فنلغيه نهائي. إذن هذول اللي داخل مربع هم الأعداد الذي
لا تنتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية. لكن في الاختبار طبعا ما بيجيك سؤال فيه عدة خيارات، هنا احنا حطينا فقط أكثر من خيار، أصلا في الاختبار ماكسيمم 4 خيارات، يعني فقط أنت راح تلاقي إجابة صحيحة واحدة. إذا مثلا إذا كان لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الغير نسبية راح تلاقي عدد واحد فعليا لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الغير النسبية، أو قلت لك مثلا ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية راح تلاقي عدد واحد ينتمي إلى مجموعة الأعداد الغير النسبية وهكذا. أما هنا في عندي هذول الـ4 أعداد، الأشكال هذه كلياتها لا تنتمي إلى الآي، هذول فعليا لو نيجي نحكي لا ينتموا إلى الآي مجموعة الأعداد النسبية. أما جذر الثلاث هذا فهو ينتمي إلى الآي فعليا. طيب بعد مجموعة الأعداد الغير نسبية في عندي مجموعة الأعداد الحقيقية، مجموعة الأعداد الحقيقية واللي بنرمز لها بالرمز R فعليا، رمز مجموعة الأعداد الحقيقية هو الـ R، والـ R بتضم مجموعتين كبرى، الـ R اللي هي الأعداد الحقيقية بتضم ومجموعة الأعداد الحقيقية تحوي على الأعداد النسبية والأعداد الغير نسبية. إذا الـ R فعليا تحتوي على كل الأعداد النسبية اللي هي الـ Q اتحاد، كل الأعداد الغير نسبية اللي هي الـ I. فـ Q اتحاد I بيعطينا R. طب لو سألنا سؤال Q تقاطع I، Q تقاطع I شو الأعداد المشترك؟ الأعداد المشتركة، التقاطع يعني الأعداد المشتركة، شو الأعداد المشتركة الموجودة ضمن مجموعة الأعداد النسبية وضمن مجموعة الأعداد الغير نسبية؟ طبعا أكيد فاي ولا عنصر، لأنه إما العدد يكون نسبي أو غير نسبي، يعني عمرك شفت يعني شغلة إنها تكون تنتمي لهنا وتنتمي إلى نفيها؟ يعني هل ممكن أنت تكون والله طالب ضمن الجامعة وبنفس الوقت طالب ليس من داخل أو ضمن الجامعة؟ كيف؟ يا أنت طالب بتكون ضمن طلاب جامعة الإمام، أو خلص مو من طلاب جامعة الإمام، طلاب جامعة أخرى، فيا هيك يا هيك، مستحيل تكون والله أنت طالب ضمن طلاب جامعة الإمام في المقابل لا أنت ليس ضمن طلاب جامعة الإمام، لأنه لاحظوا اللفظ، هل في عدد والله يكون غير نسبي ونسبي بنفس اللحظة؟ يا نسبي يا غير نسبي، يا بقدر أكتب على صورة بسط المقام يا ما بقدر أكتب على صورة بسط المقام، فما في أعداد مشتركة ما بين المجموعتين هذول. أي بمعنى الملخص تبعنا، احنا أخذنا أول مجموعة N، قلنا هذه هي جزء من W، وقلنا W هي جزء من Z اللي هي الأعداد الصحيحة، والأعداد الصحيحة جزء من Q الأعداد النسبية، والـ Q هي جزء من الـ R، الـ R أكبر من الـ Q لأنه بتضم النسبي والغير نسبي بهذا الشكل، والـ I فعليا هي برضو جزء من الأعداد الحقيقية لأنه الأعداد الحقيقية بتضم كل الـ Q وكل الأعداد الـ I، الـ Q والـ I جمعهم مع بعض هيك بكونوا الار اللي هي الاعداد الحقيقية. ممكن اسألك هنا سؤال، اي من العبارات التالية صحيحة؟ واقول لك الف كيو تقاطع اي يعطيني زد، ب
كيو هي جزء من زد. جيم كيو اتحاد الاي يعطيني ار. دال الاي هي جزء من الكيو والكيو جزء من الار. اني منها صحيحة. خلينا نبدأ بواحدة واحدة. هل تقاطع الاي والكيو قبل شوية اخذنا تقاطعهم. تقاطعهم شو قلنا؟ فاي. فما في تقاطع ما بين الاعداد الحقيقية فعليا والاعداد الغير حقيقية. فهذه المفروض الناتج فاي. فالف خطأ. ب هل كيو جزء من زد؟ لا. زد جزء من كيو وليس كيو جزء من زد. قبل شوية اخذنا. لاحظ كيف الترتيب. ان اكبر منها دبليو اكبر منها زد اكبر منها كيو اكبر منها ار. وهنا الاي اكبر منها ار بهذا الشكل. فلاحظ الزد هي جزء من كيو وليس الكيو جزء من الزد. فالباء خطأ. نيجي لدال. دال خطأ انه نحكي اي جزء من كيو لانه منفصلات عن بعض. هذولا منفصلات عن بعض. كل واحدة ما لها علاقة بالثاني. الاي والكيو منفصلات عن بعض. ولا واحدة داخل الثاني. اذا هذه خطأ. اما هذه الكيو اتحاد الاي بيعطينا ار. فهذه هي الاجابة الصحيحة. طيب. نيجي لخصائص الأعداد الحقيقية. خصائص الأعداد الحقيقية اللي هي موجودة في صفحة 59 أو 57 من خاصية إبدالية وتجميعية وتوزيع ومحايد والمعكوس. هذا كلياته معفيين منه. بالإضافة إلى خصائص الحذف وخصائص الإشارات الموجودة في صفحة 59 أو 61 والعملية الطرح والقسمة. هذا كلياته بإمكاننا من الآلة الحاسبة نديه. يعني مثلا مثال 37 مثال 37 ممكن نستخدم الآلة الحاسبة لإيجاد الناتج النهائي لمثال 37 صفحة 60 أو صفحة 62. نيجي لخط الأعداد الحقيقية. خط الأعداد الحقيقية اللي هو عبارة عن خط مستقيم السهم من الجهتين عادة وليس مجبر عادة يعني في الوسط الزيرو. وهنا مثلا 1 2 3 4 ونمشي الى شيء بنسميه ما لا نهاية وهذا رمزه. وهنا مثلا -1 -2 -3 -4 ونمشي الى ما لا نهاية بهذا الشكل. هنا هذا خط الأعداد الحقيقية. فعليا خط الأعداد الحقيقية لو حددنا أي خطين فيه راح تكون كل النقاط اللي على اليمين أكبر منها على اليسار أقل منها. يعني مثلا لو جينا للعدد 2 هنا العدد 2 فعليا لو قلنا والله عندي الحرف A هنا مثلا والحرف B هنا الرقم B وبين -1 و -2 والرقم A ما بين 3 و 4 فهذا بنستنتج انه كل اللي على يمين الـ A اكبر منه على يساره اقل منه. فشو بنستنتج؟ ممكن نستنتج والله انه الـ A اكبر من الاثنين بهذا الشكل. الفتحة دائما جهة العدد الأكبر. الفتحة دائما بتكون جهة العدد الأكبر. ممكن نستنتج انه البي اقل من الاثنين ايضا. لاحظ الاثنين اكبر. هذا العدد اثنين
احنا قلناها هنا العدد 2. لاحظ كونه الاي اجت على يمين الاثنين فاي اكبر من 2، كون البي اجت على يسار الاثنين فالبي اقل من 2. وايضا بامكاننا نستنتج انه اي اكبر من بي لانه الاي على يمين البي وهكذا. فعلى خط الاعداد الحقيقية يعني مثلا مثل ما احنا كتبنا بهذا الشكل، اللي على يمين الـ A او على يمين B اكبر من A واكبر من B، وعلى يسارهم اقل منهم. فمثلا لو جينا للعدد 4، العدد 4 شو علاقته بـ A؟ هو اكبر من A، A اقل من العدد 4. لاحظوا وين العدد 4؟ هنا العدد 4 شوفوا على يمينه. طب شو علاقته مع العدد مثلا 1؟ الـ A اكبر من الواحد، بإمكاننا نعبر عنه بهذا الشكل. نفس الشيء مثلا الصفر، الصفر عندي الـ A أكبر من الصفر بينما B أقل من الصفر بهذا الشكل. وبالنسبة للعدد على سبيل المثال سالب 3، هذا سالب 3، هذا الصفر سالب 3، الـ B أكبر من سالب 3 والـ A أيضا أكبر من سالب 3. فبإمكاننا نعبر عنه يعني أي عددين على خط الأعداد الحقيقية بإمكاننا نعبر عنه بين أقارن بينهم بين أكبر من أقل من وهكذا. إذا وجدت المساواة هذا لا يعني إنه المسألة فيها خطأ، بينما المسألة يعني تحتمل المساواة. يعني مثلا في عندي أنا أكبر من أكبر من أو يساوي، أقل من أقل من أو يساوي. لو جينا حكينا مثلا هل الثلاث مثلا يعني نبين عبارة صحيحة ولا خاطئة، هل الثلاث أكبر من الواحد؟ نعم صحيحة، عبارة صحيحة. هل الثلاث أكبر من الأربعة؟ لا خاطئة، بهذا الشكل. لأنه الفتحة، لاحظوا هنا الفتحة جهة العدد الأكبر، فلا خاطئ. طيب لو حكينا على سبيل المثال الأربعة أكبر من الثلاث، نعم صحيحة صحيحة. لو حطينا مساواة يعني أكبر من أربعة أو يساوي ثلاث، الأربعة أكبر من أو يساوي ثلاث، أيضا صحيحة. ليش؟ احنا ما حكينا ويساوي، ما في شيء اسمه اكبر ويساوي بنفس اللحظة، يا اكبر يا يساوي يا اقل، ما في اكبر ويساوي بنفس اللحظة، مستحيل هذا العدد. فهنا كيف نعبر عنها؟ نعبر عنها انه اربعة اكبر من او مشوى او يساوي، يعني بيعطيني خيارين، واحد منهم، واحد منهم اذا كان صحيح فالعبارة صحيحة لانه خيرني هذا او هذا. هل أربعة أكبر من ثلاث أو يساوي ثلاث أكبر من ثلاث؟ خلص العبارة صحيحة لأنه أعطاني هنا أوبشن زيادة. يعني مثلا لو قلت لكم أربعة أكبر من أو يساوي لي أربعة، برضو صحيحة لأنه أكبر من أو يساوي، هي صحيح مش أكبر لكن يساوي، واحد من الشرطين تحقق. هنا عندي شرطين، هنا أكبر أو يساوي، هل الأكبر تحقق في آخر أربعة أكبر من أكبر من أو يساوي أربعة؟ لا، أربعة ليس أكبر من أربعة، أربعة يساوي أربعة، في مساواة؟ نعم، فالعبارة صحيحة. لو كتبت فقط أربعة أكبر من أربعة هذه خاطئة، هذه خاطئة لأنه أربعة مش أكبر من أربعة، لازم يكون في مساواة حتى تكون العبارة صحيحة. مثلا لو كتبناها طبعا أربعة تساوي لأربعة أكيد صحيحة، ما عندي مشكلة أكيد صحيحة، لكن إنه مثلا أربعة أقل من أو يساوي لأربعة برضو صحيحة، أربعة أكبر من أو يساوي لأربعة صحيحة، كلياتها هذه صحيحة. ليه؟ لأنه هنا فوق أعطاني خيار واحد بس مساواة وهي صحيحة، تحت أعطاني two option يعني أعطاني خيارين، هل هي أقل أو يساوي؟ لا يساوي، خلص إذن صحيحة. هل هي أكبر ولا يساوي؟ لا يساوي، أوكي إذن صحيحة. إذا واحد من الخيارات يعني استفدنا منه إنه كان العبارة صحيحة فالعبارة حقق العبارة فالعبارة صحيحة.
وهذا موجود في صفحة مثلا صفحة 64 64 أو 62 مثال 38. هذا مثال موجود فيه يعني عدة عبارات ومكتوب أنه منها صحيحة وخاطئة. شوفوا مثال 38 صفحة 64 أو 62. طيب ما زلنا في الأعداد الحقيقية فعليا والمتباينات والفترات. إن شاء الله الأسبوع القادم هذا الجزء نغطيه مع القيم المطلقة، ويبقى لنا في هذا التشابتر اللوغاريتمات والأسس، فإن شاء الله خلال يعني أسبوعين نختم هذا التشابتر وهو ثلث المقرر، ما يعادل ثلث المقرر، وننتقل إلى تشابتر آخر. نصل إلى ختام هذا اللقاء، بس إنه نحب نشوف أسئلتكم. في حد عنده أي استفسار؟ هو انتهى اللقاء. اختصار أكثر من مرة وضحتها، بالكسر أكثر من مرة وضحتها، متى نستخدم الألف ولا 999؟ الألف بنستخدم الأصفار لما يكون منتهي، التسعات بنستخدمها لما يكون دوري متكرر، يعني فوق العدد خط، يعني بتكرر إلى ما لا نهاية، وهذا تكررت كثير. قلناك بالفرق بين التسعات وبين الأصفار، الأصفار هي لما تكون العدد العشري منتهي، ما في خط فوقه، منتهي يعني ثلاث خانات وخلص. أما إذا كان دوري متكرر يعني فوق العدد خط بمعنى متكرر، فبنستخدم التسعات. لما نخلص أخ أحمد بنحكي عن التكاليف إلى آخره، ممكن نحط تكليف أو اثنين. المحاضرة القادمة راح تكون عن كيف نكتب الخط الأعداد على شكل فترة ومتباينة، أو كيف نكتب المتباينة على شكل خط على خط الأعداد أو فترة، أو كيف نكتب الفترة على خط الأعداد أو متباين. أي بمعنى عندي ثلاث أمور لازم أحول بيناتهم: خط الأعداد الحقيقية، المتباينات، الفترات. لازم أميز إذا أعطيتك شكل من هاي الأشكال كيف تحولها للأشكال الأخرى. هذا واحد. الجزء الآخر اللي هو عن القيم المطلقة. الأمثلة اللي قلت عليها بتحطها من متى؟ حطيتها زمان أخت نويرة، حطيت في ملف التمارين في المنتدى. وأخت هند لو تحطي لي السؤال في المنتدى أفضل، لأنه كبير سؤالك وشوي هيك ملخبط مش طالع عندي واضح، حطي لي إياه في المنتدى أفضل. الأعداد الغير دورية، في الأعداد الغير نسبية، لا أنا ما قلت هذا الشيء. غير دورية وغير منتهية اثنين مع بعض، غير دوري غير منتهي. اختصارا انت اخذت بس جزء وما كملتي، هذا هو انا قصدي، هذا غير منتهي وغير دوري. غير دوري يعني ما بتكرر، هذا الغير دوري، ولازم يكون غير منتهي. غير منتهي يعني لاحظوا انه والله في ثلاث نقاط اخر آخر العدد، لازم يتحقق شرطين: غير منتهي غير دوري، حتى نقول إنه في الأعداد الغير نسبية. غير منتهي غير دوري، واضح؟ تحويل العدد العشري لكسر عدد أختي، ارجع إلى المحاضرة مفصلة تفصيل كثير يعني، وفي عندك محاضرات مسجلة وفي عندك محاضرة الكتاب. سهل وممكن تستخدم الآلة الحاسبة فيها. أفضل طريقة أخي سعود إنك تحل تمارين، هذه أفضل طريقة. الرياضيات ما مو مشاهدة فقط، أنا كل اللي أعطيك إياه 10%. إذا أنت ما حليت بنفسك
هذا كلياته يعتبر 10%. صحيح أنا فهمتك، لكن هذا فهم لحظي، يعني راح يدخل ويطلع بعد يومين ثلاث. إذا ما أنت مسكت ورق وقلم وحليت أنت بنفسك، لما تحل بنفسك على الورقة كأنك بتحفر المعلومة بعقلك، هيك الرياضيات لازم تفهم أنت. أنت فهمت الآن لكن فهم لحظي. إذا ما بدك تفهم فهم دائم للرياضيات لازم تمسك ورقة وقلم وتحل أكثر من تمرين، أكثر من مثال. هذه الأمثلة اللي حليناها، الأمثلة الموجودة بالكتاب، التمارين الموجودة في المنتدى، هل بتقدر تحلها لحالك؟ إذا بتقدر تحلها لحالك وحليتها أتوقع يعني انتهى الموضوع، بتجيب 100% ولا بترسب ولا بتحتاج لأحد. خصائص تعاريف أخت هاجر، هاي الشغلات أذكر وعدد، هذه غير واردة في الاختبار. أخت خولة، ليه ما تتأكد من السؤال؟ ما فهمت شو قصدك، كيف ليه ما تتأكد من السؤال؟ يعني وين السؤال؟ 37 محذوف. لا، مثال 37 قلنا في هذا في الآلة الحاسبي، ممكن نستخدم الآلة الحاسبي لحله. مثال 37 ما حذفناه، يعني ما تجيب تصير انه محذوف. سؤال الأعداد الغير نسبية فيها غلط. ايش؟ طيب اعطيني السؤال اخت خولة بسرعة، اعطيني السؤال، سألت اكثر من مرة. اوكي اسف، يعني راحت الاسئلة، اعطيني السؤال مرة ثانية لو سمحتي. احنا مش في صدد ناقص بعض، اكتب السؤال. هذا السؤال العدد غير نسبي ماله؟ يعني انه انا كاتب انه لا ينتمي، فهنا حطيت عليه المربعات، اللي لا ينتمي حطيت عليه المربعات، هذا لا ينتمي، هذا لا ينتمي، هذا لا ينتمي، هنا حطيت عليه مربع، وهذا لا ينتمي، وهذا لا ينتمي، وحذفت الجذر الثلاث لانه ينتمي. ما اعرف يعني وصلتك ولا كيف. انت الاكس اللي على الاي والجيم، انا على الالف باء جيم دال، لما حطيت اكس حطيت عفوا اكس انه لا ينتمي، بمعنى لا ينتمي يعني مش موجود بال اي واحد، الف وباء وجيم ودال كلهم، الف وباء وجيم دال، وذكرت هذا الشيء. انا هنا حاط لكم اكثر من خيار، لكن في الاختبار والله ذكرت هذه. نعم كلهم ما عدها، لا وذكرت قلت لكم ما في الاختبار، ما بحط لكم والله أكثر من خيار، راح أحط لكم خيار واحد يكون صحيح، لا ينتمي أو ينتمي، خيار واحد. هنا في أكثر من عدد، لأنه هنا أصلا مش ألف باء جيم دال، ألف باء جيم دال وها حطيت، يعني أصلا بالاختبار ما في عندي خمس خيارات، في عندي أربعة، يعني هنا حطيت خمسة عشان نميز بين الأعداد، يعني أكبر قدر من الأعداد. واضح أخت خولة؟ لا ما نأخذها أخت زكي هيك أي جذر فردي، لا ما نأخذها، مثلا 25 ما هو فردي، ما هو 25 هنا وجذر التسعة، جذر التسعة تسعة فردي، هذه تساوي لي ثلاث، هذا لا ينتمي، هذا فعليا لا هذا لا ينتمي للآي، لا ينتمي، ما نأخذها بالجذر التسعة لا ينتمي إلى الآي، إلى مجموعة الأعداد النسبي، لأنه جذر التسعة ثلاث، جذر 25 برضو 25 فردي، نعم عدد نسبي، جذر التسعة عدد نسبي، جذر 25 عدد نسبي، جذر الأربعة عدد نسبي. يعني لو نعيد صيغة هذا السؤال، إذا بدكم إجابة واحدة صحيحة اللي هو ظاهر، ننفي لا ينتمي، ننفيها، نشيل لا،
يعني ينتمي الى مجموعة. لو لو بكم يعني مثال انه والله اللي بيجي بالاختبار لا بيجي خيار واحد مثلا، اي من الاعداد التالية ينتمي الى مجموعة الاعداد الغير نسبية وراح يكون جوابها. طيب الى هنا نصل الى ختام هذا اللقاء، اي سؤال بامكانكم تسألوني اياه في المنتدى. نستودعكم الله، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم في اللقاء الخامس إن شاء الله. السلام عليكم.